الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم، كل سنه وحضراتكم طيبين وعيد سعيد على كل المصريين وكل الأمة العربية والإسلامية. اليوم لقاء جديد في من القاهرة بنتكلم فيه الحقيقة على موضوعين. الموضوع الأولاني هو موضوع مهم بنتكلم فيه عن دور الإعلام في مواجهة الإرهاب والتطرف، ودور الإعلام كمان في توحيد الشعوب وفي خلق نوع من الواقع الحقيقي الذي يعكس التحديات التي تواجه الأمة العربية. ويمكن كلنا متفقين أن الإعلام خلال السنوات السابقة كان حاضر بقوة في تشكيل وجدان واتجاهات قطاعات عريضة من المجتمعات العربية، وشفنا كمان إزاي الإعلام كان له تأثير فيما عرف بثورات الربيع العربي. الحقيقة تحولت خلال الفترات اللي تلت هذه الأحداث إلى مشاكل كبيرة جدا في الكثير من الدول، وزي ما احنا شايفين مصير الكثير من الدول حوالينا تغيرت بفعل الإعلام. طيب، مع هذه التحديات كيف يمكن للإعلام خلال المرحلة القادمة أن يكون دافع قوي وأن يكون ضد كل الاتجاهات المتطرفة حفاظا على الدول والمجتمعات والكيانات الوطنية في كل دولة على حدة؟ ده الموضوع الأولاني الحقيقة بنتكلم فيه مع حضراتكم، وهيكون معنا في هذا الحوار دكتور صالح الحميدي وكيل وزارة الإعلام اليمنية. الموضوع الثاني بنتكلم فيه مع حضراتكم عن إشادة البنك الدولي ببرنامج تكافل وكرامة، وكيف يمكن لمثل هذه البرامج الاجتماعية أن تساهم في تخفيف العباء عن الطبقات الأولى بالرعاية، وكمان تكون عامل قوي في تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية بجانب برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة خلال المرحلة القادمة من أجل النهوض بهذا المجتمع اقتصاديا وبالتالي سياسيا وفي كل مناحي الحياة. هيكون معنا في هذا الحوار الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم. دول الحوارين الرئيسيين مع حضراتكم في من القاهرة اليوم. هنروح لفاصل بعده استعراض لمجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام. بعد الفاصل نتواصل مع حضراتكم، ابقوا معنا مشاهدين. أهلا بحضراتكم. الحقيقة البداية أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أن القوات الجوية نجحت في إحباط محاولة لاختراق الحدود الغربية، وقال المتحدث العسكري أن القوات الجوية نجحت في رصد وتتبع وتدمير 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة عبر الحدود. نتابع هذا التقرير مع حضراتكم، بعد كده نتواصل في تحليل الخبر، ابقوا معنا. استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية والتصدي بكل قوة للحملات العدائية الممنهجة التي تسعى إلى استهداف مسيرة الدولة المصرية والتأثير على الأمن القومي المصري، وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها على مدار أكثر من 12 ساعة. وقد أسفرت العملية عن استهداف وتدمير 12 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، كما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. يأتي ذلك مع استمرار قيام القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامها بكل عزيمة وإصرار لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. للمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام بينضم إلينا عبر الهاتف لواء طيار أركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجية. سيادة اللواء تحياتي، أهلا وسهلا.
اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اشكرك جدا. اولا كل سنه وحضرتك طيب. زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ورسالته ان خلي بالكوا الفتره دي هي الفتره اللي بينشط فيها اعداء الوطن. الحقيقه يقظت القوات المسلحه باستمرار الرساله من مثل هذه العمليات النوعيه. الرساله ان سواء كان وقت يعني زي ما الارهابيين بيخططوا انه يعني يحاول يخترق الحدود في وقت اجازه، بيتهيألوا ان هذا الوقت وقت يعني يمكن ان يكون في الامور ليست على ما يرام باسترخاء وما الى ذلك. لكن هذا الكلام طبعا غير صحيح. القوات المسلحه المصريه هي جاهزه في كل يوم وبالليل او بالنهار طول السنه في اي وقت، ودي يعني يدل على الاحتراف العسكري والتدريب العالي جدا. والمهمه اللي احنا بنقوم بيها هي مهمه يعني تتعلق بالامن القومي للوطن كله. فمن النقطه دي الحقيقه كان في متابعه عاليه جدا لكل الاتجاهات الاستراتيجيه، منها طبعا الاتجاه الغربي، الاصرار للجماعات الارهابيه على الاختراق من الحدود الليبيه كان مستمر الحقيقه، يمكن من شهر مايو في اوله كده لو تتذكر الساده المشاهدين كان في برضه 15 عربيه وتم تدميرهم. تمام. هذا الاصرار الحقيقه نتيجه السيطره على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي ناحيه سيناء والحدود مع غزه والسيطره على الانفاق، فكان البديل للجماعات الارهابيه هي حدود ليبيا، حدود كبيره. الحاله الامنيه في ليبيا ما زالت تحتاج الكثير من السيطره. ففي اصرار، لكن ايضا في اصرار عالي جدا من القوات المسلحه المصريه ونجاحات ايضا مستمره في ان اللي يخترق الحدود هيتم تدميره فورا. وده واضح في العمليه دي والعمليات اللي فاتت. في نقطه واضحه برضه ان عدد العربيات الدفع الرباعي، سعر العربيه حدود الألف عربية من بدء الثورة الليبية حتى الآن محلات اختراق الحدود. فالعدد الكبير من العربيات سعرها غالي، سحب الذخيرة، الإمكانيات الموجودة فيها ملايين يا فندم بتتصرف. بالظبط كده، بيبين إن في دول وراء هذا الموضوع وليس جماعات إرهابية ما تمتلكش كل هذه الإمكانيات. سيادة اللواء، الحقيقة لعل حضرتك تتفق معي إن ما كان يمكن نجاح هذه العمليات النوعية لولا توفر المعلومة الدقيقة، يعني آلية الحصول على المعلومة وتدقيقها فيما يتعلق بمثل هذه العمليات، يعني كيف تتم هذه الأمور؟ أنا موافق حضرتك تماما إن القوات المسلحة الحقيقة العملية الاستباقية تساوي على طول معلومة مستمرة دقيقة، منظومة المعلومات مصادرها متعددة، طبعا مجلس الاستخبارات على اختلاف أنواعها وأماكنها. النقطة المهمة أيضا بالنسبة للقوات الجوية في استطلاع مستمر للأهداف قبل ضربها، وزي ما تفضلت في التقرير كان في يعني استطلاع مستمر على مدار 16 ساعة للتأكد من أن العربيات دي فعلا بتحمل الذخائر هتخترق الحدود، لأن في بعد قانوني مهم بيتم مراعاته. الاستطلاع قبل الضرب ده مهم قوي لأنه بيأكد الهدف وبيأكد الاحداثيات بتاعته، بناء عليه بيتم اختيار طبعا نوع الذخائر. في استطلاع اخر بعد الضرب عشان يتاكد ان الهدف تم تدميره تماما. كل هذه المنظومه كامله متكامله ما بين القوات الجويه وحرس الحدود وجهاز الاستخبارات، منظومه الحقيقه محترفه داخل قوات السلاح المصريه بتأدي للعمل اللي احنا بنشوفه دلوقتي ده. في الفيديو اللي حضرتك بتعرضوه دلوقتي حجم الانفجار يبين كمية الذخائر ونوعها. الذخائر واضح جدا انها ذخائر شديدة الانفجار، هي المادة المتفجرة الموجودة كميتها كبيرة جدا لانها اكبر من القيمة الانفجارية للعربية اذا كان فيها صحيح وقود او صحيح. القيمة الانفجارية للصاروخ نفسه اللي بتضرب. يعني كل تقدير للقوات المسلحة ليلة نهار. أنا بشكرك جدا السيد اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. طيب ننتقل مع حضراتكم. الحقيقة رئيس الوزراء بيقول بنستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 10% وزيادة معدلات النمو. أكد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل أن الحكومة بتسعى من خلال برامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي إلى تحقيق أقصى درجات الضبط المالي عبر إجراءات للترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب الأولويات فضلا عن تحصيل كافة مستحقات الدولة. وأشار رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة يتضمن رؤية شاملة بتستهدف خفض عجز الموازنة إلى أقل من 10% والسيطرة على الدين العام.
ده كلام رئيس الوزراء. وللمزيد بتنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. دكتورة مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم، كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وحضرتك بكل خير. الحقيقة طبعا باعتبار سيادتك خبيرة اقتصادية في الأساس، يعني هذا الكلام يعني خفض عجز الموازنة والسيطرة على الدين العام وتقليل النفقات وما إلى ذلك، حضرتك بتشوفي هذه الرؤية في إطار برامج الحكومة الاقتصادية والاجتماعية إزاي؟ بص حضرتك، الاقتصاد مش كلام. الكلام ده جميل قوي، بس أنا لازم أعرف هيتنفذ إزاي. حتى إذا نزلنا أقل من 10% ده برضو عالي جدا. والدين عالي، وإحنا طلبنا أكثر من مرة في مجلس النواب يورونا بس الديون دي بتوجه إزاي وإزاي هتجيب إيرادات تسد أصل الدين وفوائده. حقيقة فالكلام اللي قاله السيد رئيس مجلس الوزراء كلام ممتاز، بس إحنا عايزينه يفعل في شكل خطط بأوقات زمنية، أو يقول لنا هيطبق إزاي زي ما حضرتك بتقولي كده. الآليات هتعمل الكلام ده إزاي وفي فترات قد إيه ومين اللي هيشتغل عليه؟ لان الكلام ده كلام جميل قوي، بس برضو انا مش مبسوطه يعني من عجز اقل من 10% ده عالي قوي حقيقه. يعني عشان نقرب للناس، العجز مش مفروض يزيد عن 3-2.5، وده يبقى يعني ده المعدل اللي ممكن نقبله، لكن احنا لسه بنتحرك في معدل عالي جدا، ولازم نضغط مصروفات الحكومه اكتر من كده. وبالرغم ان احنا بنتكلم عنها كتير، لكن انا مش شايفه ضغط الحقيقه بالشكل اللي يؤثر على العجز. كمان لازم نشوف موارد في تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. احنا عندنا املاك كثيرة بندي الاراضي ببلاش، طب ما نخش مشاركات بقيمة الارض ويجيلنا ريع يحسن من شكل الموازنة. يعني انا مش عايزة كلام مرسل حقيقة، احنا نفتنا في خطط واضحة نقدر نتابعها احنا والشعب. يعني الشعب لما بيبقى متابع مع الحكومة يوم بيوم او شهر بشهر ويبقى شايف التقدم بيبقى عنده الامل ماشي في الاتجاه السليم. لكن لما يبقى مش عارف يحسبها ازاي وكمان الحياة بتغلى حواليه، بيبقى مش عايز أقول إلى حد ما كلام كأنه كلام يعني جميل لكن مش عارفين نعيش. فأنا نفسي أشوف خطط واضحة، نفسي نعرف بتواريخ محددة أن ننفذ هذا الكلام إزاي، لأنه الحقيقة الوضع في مصر ما هوش شاذ عن الوضع في العالم. الوضع في العالم خطير اقتصاديا، وإحنا كمان بنتأثر بالعالم وبالإقليم. فلازم يبقى الخطط عندنا أكثر وضوحا واكثر دقه، وعشان نعرف نتابع مع مجلس الوزراء النتائج. ده رايي يعني. انا بشكر حضرتك جدا الدكتوره بسنت فهمي، عضو اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب، شكرا جزيلا. طيب، مع ارتفاع درجات الحراره مرصد الكهرباء بيقول 8550 ميجا وات زياده احتياطيه في الانتاج اليوم. توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم قدرها 8550 ميجا وات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين. ومن المتوقع أن تبلغ الأحمال اليوم 25800 ميجا وات مقابل 24500 ميجا وات أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم التي أشار خلالها إلى أن الأحمال الدنيا بلغت أمس 19100 ميجا وات. ده الكلام اللي بيقوله مرصد الكهرباء. طيب، احنا معانا كمان دكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء. دكتور مساء الخير، اهلا وسهلا. مساء النور. طبعا بنتكلم على الكهرباء بقى استاذ فوزي، ومساء النور والسعاده. كل سنه وحضرتك طيب. المصريين طيبين يا رب. كل سنه وحضرتك طيب. دايما مع ارتفاع درجات الحراره بنعمل لكم كلنا مشاكل، وبنخش بقى في الكلام الكتير اللي بيتقال في تخفيض احمال وما الى ذلك. حضرتك طمنا ومستعدين ازاي؟ واحنا طبعا عندنا كده احساس كلنا ان احنا الكهرباء عندنا بقت 100 100. والله انا سعيد من يعني اطمئنان حضرتك دوت بالنسبه لوجود الكهرباء وتوفر الكهرباء، وده احنا يعني وعد اخذناه على عاتقنا كوزاره الكهرباء والقيادات والخبرات. يعني حددت من البدايه خالص توفير دكتور ايمن الصوت بعيد جدا. سمعني كده يا فندم؟ ايوه يا فندم، سامع حضرتك كده.
بقول لحضرتك ده القيادة السياسية سيادة الرئيس من أول يوم وهو وعد المصريين إن الكهرباء تكون متوفرة لكل الاحتياجات كلها، وده اللي احنا بنمشينه دلوقتي. إن بقى أصبح الحمد لله بقى فيه احتياطي موجود ومفيش أي تخفيف أحمال، حتى بالرغم من زيادة درجات الحرارة، وده شيء إيجابي أعتقد الناس كلها لمسته بالمقارنة بما كان يعني من حوالي يعني سنتين في 2014 كان الوضع كان ظلام، إنما الحمد لله دلوقتي الوضع أفضل بكثير جدا، وإن شاء الله بإذن الله يعني السنة اللي قادمة والسنة اللي بعديها إن شاء الله هيبقى تتحسن كمان في الشبكات، حتى لو حصل بقى لو بعض المصريين بيحسوا ببعض القطاعات نتيجه اعطال طريقه او اي شيء من هذا القبيل، ان شاء الله السنه الجايه هتبقى افضل والسنه اللي بعدين تبقى افضل وافضل جدا. يعني احنا اشتغلنا على الانتاج وشغالين دلوقتي على كمان عمليات الاحلال والتجديد فيما يتعلق بالشبكات اللي بتنقل الانتاج، فيما يتعلق بهذه المشاكل حتى لو موجوده هي موجوده بسبب لو كان في يعني انقطاع للتيار، فده موجود بسبب ان الشبكات جزء منها اصبح متهالك. حضرتك عايز تقول لي كده؟ مظبوط. هو للايضاح اكثر، هو الكهرباء عندنا ثلاث قطاعات او ثلاث اذرع، الانتاج والنقل والتوزيع. تمام. الانتاج اصبح الحمد لله عندنا دلوقتي احتياطي بيصل يعني الى يعني حسب طبعا درجات الحراره والاستهلاك اللي موجود، ولكن زي النهارده مثلا يعني احنا بنتكلم في ان في حوالي 8000 او 9000 ميجا احتياط، ده شيء ايجابي جدا كنتش بنشوفه قبل كده. ده بيتطلب شبكات نقل تكون قويه، خاصه شبكات النقل اللي كانت موجوده عندنا كانت موجوده من الستينات. تمام. عايز اقول لحضرتك بعض الارقام، ان هو تم اضافه حوالي 2000 كيلو متر لشبكة النقل اللي عشان تغذيته، خاصة محافظات الصعيد لأن معظم الكهرباء اللي هناك بتبقى جاية من شبكات النقل. ودي بنتكلم على الجهد الفائق والعالي. تعال نبص بقى على اللي هي بقى بتخش بيتي وبيت حضرتك والمستهلكين العاديين المشتركين، اللي هي الجهد المتوسط والجهد المنخفض اللي هو التوزيع العادي. التوزيع ده يعني الحمد لله طبعا هو في خطط استثماريه بتبقى موجوده بصفه عامه، ولكنها لاول مره يحصل ان يبقى في خطه للتوزيع والنقل بقيمه او تكلفه استثماريه حوالي 37.4 مليار جنيه، وده طبعا مبلغ ضخم جدا. الهدف منه ان زي ما بيقولوا كواليتي اوف سيرفيس او مستوى الخدمه المقدمه للمواطنين تبقى على اعلى مستوى بالمواصفات العالميه. ان شاء الله على مدار سنتين شبكه النقل بشكرك جدا، كل سنه وحضرتك طيب. بشكرك الدكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء، شكرا جزيلا. احتفالات المصريين بالعيد مستمرة، كل سنة وحضراتكم طيبين. عندنا تقرير بيرصد أبرز مظاهر الاحتفال المستمرة، هنتابع مع حضراتكم هذا التقرير. في ثالث أيام العيد شهدت الحدائق والمتنزهات إقبالا من المواطنين في مختلف المحافظات، منها محافظة دمياط حيث شهد مصيف رأس البر إقبالا من المواطنين واستعدادات من قبل الأجهزة التنفيذية لتسيير حركة المرور. رأس البر مشهورة أن هي بلد هادية وكويسة جدا وخدمات كويسة جدا. أنا متعود كل سنة، بقالي دلوقتي 12 سنة باجي أنا والأسرة كلها، باجي صيف هنا كان عيد أو غير عيد باجي برضو، يعني أنا برتاح للجو هنا عن أي مكان تاني. رأس البر شيء معروف أسري ومعروف أن جميع ضواحي رأس البر ما بيجوش إلا رأس البر. نعم. طبعا مع يعني بوضع رأس البر، نعم. وضع رأس البر ليه وضع تاني غير الشواطئ الأخرى. بنعتبره أجمل مكان. في كل الإمكانيات. يعني ممكن فسح، جو حلو، بحر.
بيبقى جو جميل جدا. الصبارة طول عمرها معروفة انها جوها جميل طبعا، والبحر كمان موجود هنا ما شاء الله يعني. معاملة الناس كمان كويسة، اهم حاجة احنا بنيجي نلاقي ناس كلها حلوة ومفيش مشاكل، الدنيا رايقة وحلوة يعني. وفي محافظة الغربية شهدت الحدائق والمتنزهات اقبالا من المواطنين خاصة في مدينة طنطا، وتوجه العديد منهم لشراء الاسماك المملحة وتوافد الالاف من الاسر على الحدائق الرئيسية. شهدت محافظة الإسكندرية توافد لمئات الآلاف من الأسر والأهالي والذين جاءوا هربا من الحرارة الشديدة، حيث امتلأت كافة الشواطئ بالمواطنين بطول كورنيش البحر مثل ميامي وسيدي بشر والمعمورة. طيب الخبر الأخير مع حضراتكم، مونديال قطر والفضائح. بدأت تبان الفيفا بينشر تقرير غارسيا بشأن مونديال قطر. نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا التقرير الذي أعده المحقق السابق مايكل غارسيا، الذي تحدث عن وقع فساد بشأن الدوحة ورشا لأعضاء في الفيفا لتنظيم كأس العالم 2022. وأورد التقرير أن قصر الإليزي في باريس شهد لقاء بين كل من أمير قطر نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي الأسبق وميشيل بلاتيني وملاك باريس سان جيرمان. وحسب التقرير فإن الاجتماع ناقش شراء قطر لنادي باريس سان جيرمان بسبب المصاعب المادية التي يعاني منها النادي. وأضاف التقرير أن ثلاثة من أعضاء الفيفا قد قبلوا دعوة من الاتحاد القطري لحفل خاص أقيم في ريو دي جانيرو قبل التصويت. يذكر أنه بعد رحيل بلاتر وبلاتيني تم الكشف عن التقرير الذي كشف عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالعمالة الخاصة بمشروعات مونديال 2022، بالإضافة لتورط قطر بتقديم رشا لأعضاء الفيفا للتصويت لصالحها. للتعقيب والتحليل بينضم إلينا عبر الهاتف الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت. مساء الخير يا فندم. مساء النور، إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا طبعا حضرتك طيبين وكل مشاهدي التلفزيون المصري اشكرك يا فندم. من القلب ومن ارض مصر كل العالم اعياد مباركه عليك يا رب. جميعا يا رب، كل سنه وحضرتك بكل خير. حضرتك تابعت التقرير النشر او يعني طبعاً. ايه يا فندم اللي ممكن نفهمه من هذا الكلام؟ نتفهمه ان الفيفا تحاول ولو يعني بنسب قليله او ضئيله ان تطهر نفسها من اخر بؤر الفساد التي تركها جوزيف بلاتر وبالتالي أعوانه في الاتحاد الآسيوي والاتحاد الأفريقي، وضمنها منظومة 2022 كأس العالم أو المونديال اللي تصورنا كبداية وكما خدع النظام القطري، لا الشعب القطري الطيب طبعا، النظام القطري نفسه بيمعن حتى بإهدار حقوق الشعب القطري الطيب نفسه، ولكن خدعنا جميعا على أنه مونديال كل العرب، بينما الرشاوة هنا وهناك لوثت يعني هذا الفوز الذي كنا نأمل أنه القطريين يروا أن للسعودية امتداد وباع طويل، فكان يمكن أن يكون بالفعل مونديال كل العرب مع السعودية والبحرين، لكنهم أخذوا طريق المال الأسود والرشاوة، وبالتالي ضحوا بكل شيء حلال أو بكل شيء يعني بالكلمة الصراحة، وكان تصوروا أن الفساد سيستمر طويلا، لكن أنا للفساد أن يرحل الحقيقة، وبالتالي يفتح الآن الملف على يعني اتساعه. هم عقدوا ضمن مؤامراتهم لكل مشاهدينكم طبعا حتى جزء مع الشركات الإنجليزية وليس الحكومة الإنجليزية، ولكنهم في النهاية نصبوا عليهم بالبلدي كده، قالوا لهم هنديكم شغل مقابل عدم الكلام حول فضائح الرشيد يعني تفر أزيال الحصر. أن هذه الرشوة حتى ضحوا بمواطنه محمد بن أمام لتطهير رأسه، وكأنه هو يعني مناعة الرشوة من جيبه، هالرشوة بالمليارات يملكها مواطن حتى لو كان قريب من الحكم، هو كان يد الدولة أو النظام القطري الذي يسيء ويمعن في كشف كل عورات يعني ما يمكن أن يكون ضد العرب الحقيقة الكروي العالمي. علشان كده ربما تحليلا نأمل أن يتم فتح الملف أو مد الخيط على امتداده، وبالتالي تعاد مناقشة الأمر من جديد. وفي هذه الحالة نحن نتمنى جميعا أن يكون لمصر والسعودية دور حازم وقاطع على التقدم ببدائل، وكلا البلدين مصر طبعا
والمملكة الشقيقة لديهم الكثير. نظمنا ونظموا كأس العالم للشباب، نظمنا بطولات قارية، نظمت السعودية كأس العالم للقارات على كأس الملك فهد رحمه الله، ومن ثم نستطيع أن نحل بديلا لمن تآمروا على كل العالم الكروي وضحوا بما هو فروسية وشهامة العرب. لكن يظن أنه ده يحتاج شغل من مؤسسات الدولة في مصر. بشكر حضرتك جدا، والأكيد أنه ده يمكن أيضا تحويله لحلم مشروع. شكرك جدا كابتن عصام شلتوت الناقد الرياضي، شكرا جزيلا. طيب احنا بكده مشاهدينا الكرام استعرضنا مع حضراتكم مجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام. بعد الفاصل أولى حوارات من القاهرة، دور الأعلام في مواجهة الإرهاب والتطرف وتوحيد المجتمعات بدلا من التفتيت والحروب. ابقوا معنا مشاهدينا. في إطار الجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب، يأتي دور الإعلام العربي لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد وحدة الدول ومستقبل المنطقة بأسرها. يجري مجلس الإعلام العربي التابع للجامعة العربية تنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب من خلال خطة عمل تواجه الإعلام الداعم للإرهاب والجماعات المرتبطة به، وتماشيا مع الحرب على الإرهاب. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة ضرورة تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة ومواجهة التنظيمات المتطرفة بمعيار واحد. وشدد الرئيس السيسي على أن ذلك يأتي من خلال منهج متكامل يشمل التصدي للدول التي تمول الإرهاب وتوفر الغطاء السياسي والإعلامي له، فضلا عن التعامل الفعال مع الأبعاد الفكرية والتنموية المتعلقة بهذه الظاهرة. وعلى نفس المنوال أكد عدد من الصحفيين والإعلاميين العرب دعمهم لمصر في مكافحتها للإرهاب، ليس فقط دفاعا عن أرضها وشعبها وإنما عن سائر الأمة العربية. وأكد الخبراء أن بعض الدول تستخدم المنابر الإعلامية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ودعم الإرهاب، وأشاروا إلى أن هذه الدول تحاول من خلال هذه المنابر الإعلامية بث الفتن وإشاعة الفوضى في الأمة العربية، حيث ساعدت في مخططات تمزيق العراق وسوريا واليمن وليبيا. كما أكد اتحاد الإعلاميين العرب دعمه لكافة التحركات الإعلامية المناهضة للإرهاب والداعمين له من دول ومؤسسات. وشدد الاتحاد على ضرورة تكاتف الدول العربية كافة من أجل توحيد الإعلام العربي خلف هدف سام واحد، وهو الوحدة العربية في مواجهة خطر الإرهاب الداهم الذي يهدد الدول العربية ويتربص بمستقبل الأجيال القادمة. أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام. الإعلام والدور الحقيقة اللي عمله في العالم العربي خلال السنوات الماضية، طبعا حضراتكم كنتوا عايشين الأزمة، إزاي الإعلام كان بيفتت، كان بيساعد على تدمير الشعوب مش توحيد الشعوب بأي حال من الأحوال. والحقيقة المعترض على هذا الكلام يشوف حال الدول العربية من حولينا. على حال برحب مع حضراتكم بضيفي في هذا الحوار الأستاذ صالح الحميدي وكيل وزارة الإعلام اليمنية. مساء الخير يا فندم وأهلا بيك وكل سنة وحدك طيب. مساء الخير حبيبي. طيب قبل ما نخش في التفاصيل، حضرتك شفت دور الإعلام خلال المرحلة السابقة إزاي؟ وإحنا عندنا كلام كتير ممكن يتقال. دعنا يعني نسمي الأسماء بمسمياتها. دور الجزيرة كقناة أولاً، أول تفتيت للإعلام العربي بدأ من الجزيرة. الجزيرة للأسف لم تقدم إعلاماً بقدر ما كان ظاهره إعلام وباطنه إذكاء الفرقة والضغائن والأحقاد. وبالتالي خدتني على الجزيرة مباشرة، أخذتك على الجزيرة حتى لا نتوقف أمام الكلام الدبلوماسي الكتير اللي ممكن يتقاله. نحن بحاجة اليوم إلى أن نضع الحروف على النقاط، أو النقاط على الحروف. لماذا؟ الجزيرة منذ أن ظهرت هذه القناة في 95 تمام، وهي لا تقدم إعلام يقرب العرب بل يشتت العرب. ولو عدنا إلى الجزيرة كقناة سنجدها أن منذ أن تأسست في 95، على فكرة اليوم يصادف الذكرى 27 يونيو، هو اليوم الذي انقلب فيه الأمير السابق على والده، على والده الأمير السابق مش الحالي. أيوة. طيب هتسمح لي هنروح لموجز الأنباء سريعا عشان أنا محتاج أتكلم بالتفاصيل عن حول هذه النقاط. موجز الأنباء مع حضراتكم مشاهدينا الكرام مع زميل أشرف عبد العاطي، بعدها نتواصل، ابقوا معنا.
أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام. من جديد برحب بضيفي في هذا الحوار الأستاذ صالح الحميدي وكيل وزارة الإعلام اليمنية. بنتكلم عن دور الإعلام في مواجهة الإرهاب والتطرف. طيب قبل ما نروح لموجز الأنباء برحب بسيادتك مرة تانية. قبل ما نروح لموجز الأنباء حضرتك كنت بتتكلم عن دور الجزيرة فيما يعرف بثورات الربيع العربي، والحقيقة الدور اللي قامت بيه كان دور، هسيب حضرتك تكمل. استفادت من الثورة، كانت ثورة شبابية، كانت ثورة عفوية ومطالبها كانت مطلبية، والشباب اندفعوا بدون أن يكون لهم دراية بأن الجزيرة وتنظيم الأخوان وتنظيمات أخرى كانت تهدف إلى زرع الفوضى والبدء في تشتيت أو تفكيك الوطن العربي بشكل عام. ظهر ذلك جليا من قيامهم بتدبير الإعلام. أنا أعتقد أن الزحف أو تلك الثورة الكبيرة التي قدمتها الجزيرة بدعم أكثر من 15 أو 20 قناة فضائية في مصر وفي اليمن وفي دول كثيرة جدا، كان الغرض منها هو يعني تدمير الإعلام. إظهار الإعلام بتلك الصورة الهزيلة القبيحة كانت واحدة من الإعلام الوطني في الدول تقصد، هي دعمت قنوات خاصة. أها. هي دعمت قنوات خاصة، مثلا احنا في اليمن عندنا حوالي 4 قنوات دعمتها قناة الجزيرة وكانت هذيلة، وحتى اليوم هي الناطقة باسم الجزيرة، لا تدافع الا على الجزيرة وتعتبر الجزيرة هو الإعلام العربي الوحيد. تمام. لكن لو نستعيد شيء من الذاكرة ونبدأ نتحدث عن دورها في الإرهاب، عندما نقول نحن الجزيرة أنها بدأت مع الإرهاب نعي ذلك. الجزيرة بدأت مع طالبان، ثم مع عام 1998 مع القاعدة وأسامة بن لادن، ثم بوكو حرام لم نكن نعرف عن بوكو حرام، ثم شباب مسلم في الصومال، ثم النصرة، ثم داعش. ستلاحظ أن هذه التنظيمات لم تظهر في أي حتى في الإنترنت قبل أن تظهر في الجزيرة، كأن الجزيرة كانت بتكتشف هذه، كانت بتقدمها كاكتشافات وليست وكانت تقدمها كسبق، وإنما هو تدمير. لم يكن هذا سبق أن أظهر هذه الجماعات وهي تعدم وهي تقتل وتزرع الإرهاب والخوف والهلع في النفوس الآخرين. لذلك الجزيرة بدأت ترتب العملية تدمير الإرهاب ودعم الجانب الإعلامي للإرهاب. وبالمناسبة الجزيرة أو صحفي الجزيرة مذيع الجزيرة هم أول صحفيين على مستوى الوطن العربي يتم تقديمهم للمحاكمة. تيسير علوني وسامي الحاج، واحد كان في جنتان والثاني كان في إسبانيا. تمام. كانت الغرب يدرك أن هؤلاء تم عمل ملفات عنهم واتضح أنهم ينتمون إلى جماعة إرهابية، مذيعين وينتمون إلى جماعة إرهابية. الجزيرة ظهرت بمظهر الباحث عن إعلام حقيقي مستقل، وقدمت وجوه كثيرة جدا كان الوطن العربي معجب بها. مجرد ما بدأوا الناس يتابعون قناة الجزيرة بدأت تسحب هذه تنسحب هذه الكفاءات، وبدأت تزرع الكفاءات الأخرى الإخوانية حتى على مستوى اليمن. بلاحظ نحن في اليمن بدأت بصحفيين وانتهت الآن بأربعة كلهم ينتمون إلى مصر نفس الكلام ودول أخرى. لذلك عندما نتحدث عن أنها كانت بتدعم الإرهاب لا نتحدث يعني بدون دلائل، لدينا دلائل كثيرة جدا. لعلها ما قلت لك أن يتم تقديمهم صحفيين للمحاكمة. هناك أشياء أخرى، قيامها بدعم القنوات وزراعة التشتت والبحث. أنا كنت في سوريا في أثناء الثورة السورية، كانت تتحدث عن جرائم داخل سوريا، أنا موجود في هذه الأحياء ولم تكن موجودة، ثم زرعت قنوات. ده المعتاد، يعني هم لحد الآن بيصوروا في مصر إن إحنا عندنا تظاهرات في كل مكان، يعني ويعني الأمور دي أصبحت بالنسبة لكل المشاهدين في كل مكان، ليس في مصر فقط ولكن في العالم العربي كله بقت معروفة. يعني أريد أشير لحاجة بسيطة جدا لكي يدرك المواطن حجم الافتراءات والأكاذيب التي كانت. كنت في مصر في بعد فض رابعة، وكنت خارج من محي الدين أبو العز مع أحد الزملاء، ورأينا أمامنا ما يقارب من 200 إلى 300 شخص يقفون بالشارع رافعين شعار رابعة، واتجهوا نحو شارع جامعة الدول وسفينكس وأحمد عرابي، وهناك تم تفريقهم أو انسحابوا. في المساء أجد الجزيرة تقول
عدد من المظاهرات في العاصمة المصرية القاهرة في كل من محي الدين أبو العز وشارع جامعة الدول العربية وميدان سفنكس وأحمد عرابي. لا وهتلاقي الخبر مش كده كمان، ده مظاهرات عارمة يعني. أيها حاشدة تمام. هذا ما يقال. يعني لما تجي أنت تتفرج أنه في هذا اللي ما يعرفش مصر أو اللي خارج مصر يقول لك في هذه الشوارع كلها. وفبركة كمان المشاهد والتظاهرات، يعني بيجيبوا حاجات قديمة جدا ويتم فبركة الأمور عليه. الأيت حال، خلينا نروح لنقطة تانية. البعض بيتصور أن ما كان يمكن للجزيرة أن تقوم بمثل هذه الأمور في دعم الإرهاب وتزييف الواقع بشكل أو بآخر، يعني أن هذا جزء من خطة ممنهجة يعني بتقوم عليها استراتيجية القناة بدعم من جهات خارجية. حاجة بتتفق في هذا الرأي أم أنها سياسة إعلامية خاصة بالمحطة؟ أنا لا أتفق، أنا أجزم أجزم أن الجزيرة لم تظهر بتلك الصورة وبتلك القوة إلا لأهداف رسمت قبل سنوات. كانت الجزيرة دفعتنا جميعا لكي ننظر لها بتلك الصورة وصورناها بأنها الممثل الوحيد العرب، بينما كانت هي تشتغل وفق أهداف مرسومة من كيانات او من منظمات صهيونيه ومن منظمات اجنبيه. ودل على ذلك ان حتى بعد كذا لو تلاحظ لي زملاء كثير جدا يتابعون القنوات الناطقه باللغات اخرى الجزيره بتشوه المسلمين والعرب بشكل لا احد يتصوره، تسمح بتشويهنا بشكل فظيع جدا. تصورنا تصوير يعني اناس لا يفقهون شيء، دي واحده من الاهداف. لذلك الجزيرة لم تظهر بتلك القوة وبتلك المكانة وبتلك الأمانة إلا بناء على مخطط ممنهج تم رسمه قبل سنوات، واستغلت في تلك الفترة ضعف الإعلام العربي أو عدم وجود قنوات منافسة. المبالغ التي دفعت كانت مبالغ يسيل لها اللعاب، وبالتالي لم تكن أي دولة تستطيع أن تدفع كل هذه المبالغ لإظهار قناة بهذه إلا ولها أهداف، وأهدافها كانت دنيئة وحقيرة. كشفت وبدأت واضحة وجلية للعين في ثورة الربيع، ما يطلق عليها ثورة الربيع العربي. طيب خلينا، إذا اتفقنا أن ده كان جزء من استراتيجية محددة، حضرتك قلت لي من شوية أن هي يعني ما كان يمكن لها أن يكون هذا التأثير لولا ضعف الإعلام في الكثير من الدول العربية. هو ضعف الإعلام الوطني في العديد من الدول العربية ولا لأن التكاليف باهظة وإن الأمور اللي موجودة على شاشة في مثل هذه المحطة متعلقة ب زي ما حضرتك قلت من شوية حاجات جديدة، يعني الأول مرة بنسمع عنها تنظيمات إرهابية، أفلام تسجيلية عن مثل هذه التنظيمات، وبالتالي أمور تشد فخدت المشاهد من الإعلام الوطني اللي هو ربما يتحدث عن أمور مختلفة تماما. يعني ربما أنا قلت ضعف، هو ممكن يكون ضعف وممكن يكون يعني الواقعية السلبية. أستخدم الواقعية السلبية، أحيانا يحاول يجمل الجميل فيشوهه. صحيح. أحيانا يبحث عن أنه يرى أمامه شيء جميل فيحاول هو أن يضع له بعض اللمسات الجمالية فيتشوه ويتحول من مع إلى ضد. لكن الإعلام العربي، ولنأخذ الإعلام المصري الرسمي، واحد من أفضل الإعلام. من ينكر أنه أغلبية القنوات في الوطن العربي في الخليج كل الكفاءات التي تقود هذا الإعلام إعلام مصري، خريج هذه المدرسة، مدرسة القناة المصرية. أيوة. المسبيرو. وبالتالي هو ليس ضعيف، وإنما لعبت الأنظمة في فترة من الفترات دور المهيمن والرقيب، يعني الرقيب مش ذلك الرقيب المخيف وإنما الرقيب الذي أكثر وداعة، وأيضا ربما من سنوات سابقة تولدت عند البعض الرقيب الذاتي بالداخل. وثالثا وهذا الأهم، عدم اهتمام الدول بإعطاء زخم كبير جدا للإعلام ودون أن تدرك أنه هذا هو السلاح الأقوى. على العكس من ذلك، أدركوا الآخرين أن سلاح الإعلام سلاح قوي جدا، وبالتالي الإمكانيات التي تصرف على هذا الإعلام مقارنة بالإعلام الرسمي لا تساوي شيء. فأصبح الناس ينظرون إلى هذا الإعلام، وكرست، ودي لازم ننتبه لها،
كرست قناة كقناة الجزيرة وقنوات أخرى كرست مفهوم أنه الإعلام الرسمي كذاب وأنه الإعلام الرسمي ضعيف. صحيح. وأنه الإعلام له لماذا؟ لكي تترك لنفسها فرصة تنفرد بالمواطن وتعبي المواطن أو تلقن المواطن ما تريد من تحت شعار حرية التعبير والموضوعية والمهنية وما إلى ذلك. أيوة. لكن عندما ترى هي ليست الرأي والرأي الآخر هي الرأي الواحد. ودل على ذلك أن كشفتها مصر عندما بدأت تتحدث عن مصر كشفت أنها لا تنتمي للواقعية ولا الحيادية ولا المهنية. أي حيادية أي مهنية تنتهجها الجزيرة وهي طوال أكثر من 3 سنوات حتى الآن تهاجم مصر بسبب وبدون سبب. نهج سياسي واضح، ضيوف محددين، أفكار محددة، ما فيش جدال في النقطة دي. حتى عندما يقول لك أنا عندي من طرف هذا ومن طرف هذا هم أصلا طرفين ويتم اللعب بهم وإعطاهم أدوار، أنت ستلعب هذا الدور وأنت ستلعب هذا الدور. لكن الحقيقة أنها بالدولارات. لا تستطيع بالدولارات أهم حاجة أكيد يعني والإعلام الرسمي لا يستطيع أن يدفع. نحن عندما نتقدم أو عندما نظهر في الإعلام الرسمي نظهر من مبدأ حرصنا الوطني على بلداننا على إعلامنا على أما هم تعال وممكن أحدثك عن كثير من زملاء لا أريد أذكرهم بالأسماء لكن الكثير من زملائي عندما تقول له تعال تتحدث معه تقول له تعال تحدث للجزيرة أو لقناة أخرى تدفع تجده ب10 دقائق يكون موجود هناك. لكن عندما تقول له رسمي يقول لك أخي هذا بلاش. لكن طيب هو الحقيقة ده معروف بس النقطة اللي حضرتك قلتها غاية في الأهمية إن الجزيرة لعبت دور حقير جدا. هي فكرة تكريث أن الإعلام الرسمي أو الوطني في العديد من الدول هو غير صادق وبالتالي تسمح لنفسها بأن تعطي المشاهد ما يريده أو ما تريده هي من أفكار مغلوطة تجاه الواقع في كثير من الأحيان. والحقيقة احنا عندنا مثال واضح جدا في مصر بعد ثورة 25 يناير ما قيل عن الأنظمة وما قيل عن حجم الأموال المهربة ومن ذلك الحقيقة الكثير من المصريين اكتشفوا أن هذا الأمر كله زيف وأن الأمور كانت مبالغ فيها لدرجة كبيرة جدا ولكنها في مرحلة كانت بتهدف أو بتخدم مصالح أطراف أخرى. عايز أكلم حضرتك عن الناس اللي بتتكلم أو بيقولوا تحت شعار المهنية والموضوعية وحرية التعبير الكثير مما يقال في مثل هذه المحطات وبالتالي هم بيصوروا نفسهم ان هم اساس حرية التعبير اساس الموضوعية اساس المهنية. يعني حاجة بتشوف هذه النقاط ازاي بعد سقوط الاقنعة حاليا واللي بنشوفه من قطر والدور اللي بتعمله سواء على المستوى السياسي او حتى على المستوى الخليجي والعربي. نحن اليوم سقوط الجزيرة وضعنا أمام تحدي كبير جدا. تمام. الآن الشارع اليمني التعري والانكشاف المفضوح للجزيرة وضع الشارع العربي في حالة تذبذب في حالة تشتت. يعني هذا الذي كنت أنا أقول عنها الحيادية والمهنية أصبحت كذا. وهذا الإعلام الذي كنت أنا أتهمه بأنه ضعيف ويكذب وعميل وخاين وما إلى ذلك من أصدق الآن؟ نحن الآن بحاجة إلى أن يعني بحاجة إلى توحيد الصف الإعلامي بشكل كبير وبالذات أنا أجدها فرصة أنه أدعو وزراء الإعلام وكل من له علاقة في الإعلام لبحث مسألة التوحد أو التقارب في هذه الفترة لأن الشارع العربي أصبح اليوم يعيش حالة تشتت مخيفة جداً وما زالت الجزيرة اليوم تكرس بأنها هي المظلومة وبالتالي تتعرض لكل هذه الهجمة. أي فندم بس خلاص يعني هي الفكرة في إيه؟ أن حتى مصداقية الجزيرة لدى الكثير من الدول العربية خلاص انتهت. ما بالك بقى بعد كمان الدور الحقير لدولة قطر. الخوف وينه هنا؟ الخوف الآن أنها ستزرع برضو فتنة بين من كانوا مؤيدها وبين من كشف يعني سوءتها وأمرها. الآن هتبدأ تلعب على هذا الوتر وتر الخلافات أنه أنتم معي وأنتم ستدعم أطراف ما زالت تريد لها بالولاء ومقابل إيش؟ مقابل قيامهم بترويج وقيامهم بزرع الفتن بقيامهم ده. ستقسم الشارع
مع أنه لن تقسم الشارع، الشارع لن ينقسم معها الآن إلا القليل، بس ستقسم جزء من الشارع الذي لم يعي بعد معنى الإعلام. حتى ده ما بقاش موجود كمان يا يعني هو ربما مش موجود، لكن أنا عندما هو يمكن موجود عند الجماعات الإخوانية، التنظيمات الإرهابية اللي الجزيرة بتدعم دورها بشكل أو بآخر، لكن مصداقية الجزيرة في الشارع حضرتك تشوف كده كم، وحضرتك ماشي حتى في الشارع وتشوف كم محل أو كم بيت أو كم يعني قهوة بتتابع هذا الأمر. ذكرتني هذا الموضوع فعلا. أتذكر أنه يوما ما مررت على أكثر من 14 منزل بالتحديد، فلم أجد في بيت من هذه البيوت إلا الجزيرة. والآن في اليمن، لا أقول في مصر لأنه مصر ربما يقولوا الناس أنها مش موجودة، في اليمن الذي ما زالت كانت الأخوان هم المصدر ده، في اليمن وفي دول أخرى كالكويت مررت على الكثير، سواء فنادق أو بيوت أو منتزهات، فلم أجد قناة الجزيرة. وهذا تعبير واضح، وأنا أعتبره قياس رأي حقيقي، لأن هذه القناة أعلنت أو تم دفنها، إن لم يتم دفنها كقناة على الداء، دفنت في عقل وفكر المشاهد العربي. هو ده المستهدف الحقيقة. طيب عايز أقول لحضرتك كمان، بالتأكيد المشاهد وهو بيقيم وإحنا بنتكلم دلوقتي عن الدور اللي لعبته الجزيرة وما إلى ذلك، شايف حال الدول العربية اللي الجزيرة كانت بتشوف إن هي كانت قاسم مشترك فيها، يعني ربنا حمى مصر، ولكن الأحداث في سوريا، الأحداث في اليمن، في ليبيا، في الكثير من الدول التي كانت أو كان للجزيرة دور فيها مؤثر على الشارع، بالتأكيد هو بيشوف حال الدول العربية. إزاي يمكن أن يكون هناك إعلام عربي خلال المرحلة القادمة طارد لكل هذه الأفكار الهدامة، حريص على بناء وتوحيد الجهود العربية في الأمن والاستقرار ومعالجة المسائل بشكل سياسي في الكثير من النقاط، قادرين كعالم عربي يكون عندنا ده، يكون عندنا تفاهمات سياسية في هذه النقاط؟ طالما كان عندنا واحد اسمه أحمد المنصور، أحمد المنصور ولا لا؟ المذيع المعروف، تمام، اللي كان في صوت العرب، قال معنا، ما زال صوته يرن في أسماع الكثير من الناس، قادرين على تكرار التجربة، ما زال الناس يتذكرون هذا الرجل كيف كان يوحد العرب بكلمته. حضرتك تقول أحمد سعيد مش أحمد سعيد منصور. وليس أحمد منصور هذا الجزيرة، أحمد سعيد هذا الرجل اللي كل ما كنت ألتقي بجدي وأحدثه عن الإعلام يقول لي أين أنتم من أحمد سعيد؟ كان صوته مجلجلا، كان يهز الوطن العربي كله. نحن اليوم بحاجة إلى قناة تجمعنا كصوت العرب، صوت واحد. يجب أن نطلق قناة عربية للجميع. إن لم نستطع في الفترة دي فلدينا عدة مطالب، ممكن يكون التشجيع على الإنتاج العربي المشترك، واحدة من الأشياء التي تقتل قناة الجزيرة وتلك القنوات التي تفتري على العرب. ممكن تشجيع على تبادل المذيعين وفرق العمل، أنه يكون عندنا فرق عمل تتنقل، وباستطاعة هذا المذيع أن ينتقل إلى قناة أخرى لكي يستفيد من خبراته. التشجيع على البحث عن فترات بث مشتركة، يعني مثلا يوم الثورة المصرية، لماذا لا يتوحد العرب كلهم تمام للحديث عن هذه الثورة، من عبد الناصر إلى عبد الفتاح السيسي، تمام. تقديم تسهيلات الفنية والهندسية على الأرض، يعني الآن احنا بنواجه كثير جدا كعرب، أنه عندما تنتقل إلى بلد لا قادر تدخل كاميرتك ولا قادر تدخل، يجب أن نلغي هذه الحواجز، تمام. معنا بالذات لما تكون في تغطية أحداث كثيرة جدا تلاقي أنه مش قادر تدخل أو تستعين بشركة والشركة مش ده، لكن لما تدخل معك فريق يجب أن يكون في تبادل، أنه عندما يكون الحدث في اليمن يجب أن يكون كل العرب على حساب اليمن لتغطية هذا الحدث، والعكس في دول أخرى. عدم توظيف الأثير لإشاعة الفرقة بين الشعوب والحكومات، يعني مثلا هناك بطاقة شرف بين العرب يستطيع إيقاف كل من تسول نفسه البدء في استخدام هذه المنابر لتشويه أو تفرقة بين العرب، حتى لو كانت قنوات خاصة وما إلى ذلك، كل حدك بتشوفه أكيد ميثاق الشرف يجب أن يكون ملزم للجميع، للجميع هذا ميثاق الشرف. التمسك باللغة العربية، الفصحى البسيطة المبسطة وليست الفصحى، والبدء في إنتاج
برامج تلفزيونية للأطفال تمام، ربما ما لم نستطع أن نعمله نحن واللي قبلنا بسبب كل هذه الصراعات يستطيع أن يعملوا الأطفال هؤلاء. أقل حاجة نهتم بهذا الجيل بهذا الناشئ، نلقنه كيف يستطيع أو نحصنه من تلك القنوات ومن تلك الافتراءات التي ربما يأتي يوم هو يكون أكثر منا حرصه وتوحد وإيش وتقبل البعض. تمام. وفي شيء مهم جدا، البدء في عمل استراتيجية حقيقية لإعلام مفتوح. يعني أتمنى على الوزراء، أتمنى على الجميع أن تعطى ميزة للصحفي، بأن من حق الصحفي أن يدخل أي بلد من البلدان العربية بدون أي عوائق كفيزا أو كذا. يتميز الصحفي أو الإعلامي بهذه الميزة. هذه لو تميز الإعلامي أو الصحفي أو المذيع أو الله بهذه الميزة بأنه يدخل يستطيع أن يدخل كل هذه الدول تمام، سيكون هذه بداية الخير أو بداية الغيث الذي سيوحدنا من جديد، لأنك ستشعر أنك تستطيع أن تأتي إلى الكويت، تستطيع أن تأتي إلى اليمن، تستطيع أن تروح إلى الجزائر، تستطيع أن تصل في أي وقت تركب طيارتك وتتجه إلى الداء لتتحدث مع مدير تلفزيون الجزائري عن قضايا كثيرة جدا. كلام كويس هاي. حضرتك قلت نقطة مهمة جدا، أنه فعلا في ظل الأحداث اللي احنا بنشوفها لازم يكون في قناة عربية موحدة أو صوت عربي موحد لمواكبة كل هذه الأفكار الهدامة. لا تصورنا هذا الأمر، حضرتك بتشوفه إزاي؟ يعني يكون إزاي؟ هل يعني إعلام مشترك مذيعين من كل الدول العربية، فكر مشترك ما يتعلق بمواجهة التحديات؟ يعني حضرتك بتشوف هذا الأمر إزاي في ظل الكثير من الصراعات الموجودة في العديد من الدول العربية؟ شوف، يجب أن تكون هناك آلية للعمل، ليست آلية. يجب على وزراء الإعلام أو الجهات المعنية بالأمر ده وضع أولا التصور، لدينا تصورات طبعا نحن وسنقدمها لجامعة الدول العربية في الاجتماع القادم، لكن أعتقد أن التصور ده هو تصور كصوت العرب بس مع فارق الزمن وتطور الإمكانيات. أنا أعتقد في اعتقادي الشخصي أنه مصر هي بيت العرب كلهم، وبالتالي أن يكون مقر القناة في مصر هذا شيء مفروغ منه. ثم يأتي بعد ذلك أن يتم يعني اختيار مؤسسة كبيرة جدا للإعلام، تكون مهمة هذه المؤسسة كما ذكرت جمع أطياف العرب كلهم في هذا البيت، والبدء في الحديث عن إنتاج، قلت لك الإنتاج المشترك، البدء في عمل نشرات مشتركة. يعني على سبيل المثال، يعني ربما هذا هي تفاصيل صغيرة وبسيطة لسدة، لكن عندما أنا أبدأ أعمل حاجة مهمة جدا، نشرة الأخبار دي ممكن تكون نص ساعة أو ساعة، ممكن تكون ساعة أو نص ساعة، لكن كل صاحب بلد يقرأ نشرة بلده. تمام. صالح يقرأ نشرة اليمن، محمد يقرأ نشرة على الأقل إلمامه وقدرته على فهم أسماء المصطلحات والقرى والمناطق أكثر، وده بيخلي كل واحد في بيت العربي يتأكد إيش ممكن يقول من نشرة الأخبار عنهم. تمام. ده كلام كويس. هي نوع من من من, من تشجيع المواطن على أنه ينتظرك. تحريك الأمور يعني. تحريك الأمور. أنت لما تكون مصري بتلاقي كل المصريين منتظرين لما يجي المصري إيش بيقول على بلده. حتى هي نشرة أخبار. هيشوفوا اليمني إيش قال، هيشوفوا السعودي إيش قال. تمام. وكل ما كانت أحداث كذا. بعدين الأخرى بثق، أنا عامل تصور حول هذا، بثق حاجة كثيرة جدا، حاجة تشويقية للشارع العربي. الشارع العربي الآن وده قدى مني أنا، عنده رغبة في أنه يرى شيء يتوحد. الحروب والكوارث والدماء التي تحصل في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي كل البلدان العربية جعلت المواطن العربي يتمنى أن يخلص من كل هذا الدمار والهم والأسى والمأساة ويبحث عن شيء يستطيع أن يوحده. أحيانا بيتوحدنا، لو تتذكر كان عندنا الأغنية اللي هو الحلم العربي. من منا من لم يشاهد الحلم العربي يبكي؟ من منا ما وقفش أمام التلفزيون وكله كذا ولا يريد أحد أن يتكلم؟ فما بالك الآن لما نكون عندنا مؤسسة إعلامية عربية مشتركة
كل العرب يشوفها. المسلسل ده في كل اليمني والمصري، وهذا البرنامج في بول اليمني، هذا نشرة الأخبار فيها كل العرب، سيكون لها صدى كبير جدا. وعهدا إن تم مثل هذا المشروع أننا سنتجنب في الفترة القادمة أن تكون هناك قنوات مفترية كتلك القناة الحقيرة. شرفتني جدا أستاذ صالح الحميدي وكيل وزارة الإعلام اليمنية، بشكرك جدا على تشريفك لنا وأهلا بك مرة تانية وكل هذه المعلومات، شكرا جزيلا. أنا سعيد جدا. أشكرك جدا. يعني بعد قليل مشاهدين الكرام الحوار الثاني في من القاهرة، برامج الحماية الاجتماعية في مصر وإشادة البنك الدولي بهذه البرامج. هيكون معنا في هذا الحوار الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية الاقتصادية بجامعة الفيوم، ابقوا معنا مشاهدينا. تأكيدا على دور الدولة واهتمامها ببرنامج تكافل وكرامة، أشادت بعثة البنك الدولي لمتابعة وتقييم مدى تقدم البرنامج ورصد الدروس المستفادة منه. وتأتي زيارة بعثة البنك الدولي للقاهرة انطلاقا من كون مصر هي أولى الدول العربية التي نفذت برنامج الدعم النقدي المشروط لتوفير الحماية الاجتماعية، تماشيا مع تنفيذ حزمة السياسات للإصلاح الاقتصادي. كما أشادت البعثة بالتوسع الجغرافي الذي تحقق للبرنامج، مؤكدة أن هذا التوسع لم يتم على حساب جودة المشروع. كما أشادت أيضا بوجود آلية شفافة للمراجعة في ضوء متابعتها وتقييمها لآلية التظلم وآلية المساءلة المجتمعية. وأكدت البعثة أن برنامج تكافل وكرامة يعتبر نموذجا رائعا ليس محليا فقط وإنما على مستوى المنطقة. هذا ويمول البنك الدولي برنامج تكافل وكرامة بقيمة 400 مليون دولار، وقد تم صرف 305 ملايين دولار حتى الآن. وبناء على نتائج هذه الزيارة سيقوم البنك الدولي بصرف الدفعة الجديدة بقيمة 60 مليون دولار. ويستهدف برنامج تكافل الأسر الفقيرة بالدعم النقدي شريطة إلحاق الأبناء بالمدارس، بينما يستهدف برنامج كرامة الفئات التي تعاني من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج. ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة أكثر من 1.5 مليون أسرة، ومن المستهدف مضاعفة العدد ليتخطى 3 ملايين أسرة نهاية 2018. وتبلغ تكلفة برنامج تكافل وكرامة من الموازنة العامة للدولة ما قيمته 8.2 مليار جنيه، وسوف تتجاوز 10 مليارات جنيه بعد إضافة قيمة الزيادة التي أعلنها رئيس الجمهورية مؤخرا والبالغة 100 جنيه للمستفيد. أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام. الحقيقة الوفد البنك الدولي في زيارته الأخيرة للقاهرة أشاد ببرنامج تكافل وكرامة اللي هو واحد من البرامج الاقتصادية أو برامج الحماية الاقتصادية اللي بتقوم بها الحكومة المصرية لمواكبة أعباء الإجراءات الاقتصادية الأخيرة. للمزيد من التحليل والمناقشة ويعني إيه هذا الكلام، برحب مع حضراتكم بضيفي في هذا الحوار الأستاذ الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية الاقتصادية بجامعة الفيوم. دكتور أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ فوزي. حضرتك بتشوف أولا البرامج بشكل عام، برامج الحماية الاجتماعية اللي بتقوم بها الدولة المصرية لمواجهة أعباء الإصلاح الاقتصادي، حضرتك بتشوف هذه البرامج إزاي؟ مصر لما كانت بتهتم بشكل أساسي بالتنمية الاقتصادية كان بيحدث عندنا خلل اجتماعي، يعني التركيز على الجانب الاقتصادي فقط دون التركيز على الجانب الاجتماعي. كان في فترة يمكن فترة السبعينات بالتحديد دي أضرت بالوضع الاجتماعي المصري. من منتصف الثمانينات بالتحديد قامت مصر بحاجة اسمها الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، وده من خلال أنه ربط البرامج الاجتماعية بالتنمية الاقتصادية بحيث أنه يكون في توازي، ما يكونش في تنمية اقتصادية على حساب التنمية الاجتماعية. بدأ يتطور هذا المفهوم إلى ما يسمى بالتنمية المستدامة ومحاولة الاستفادة بالأجيال، الاستثمار في الأجيال المستقبلية، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد المتاحة في مصر لصالح الأجيال القادمة. أيضا منذ بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدأ خطته للإصلاح الاقتصادي الهيكلي الموجود في المنظومة الاقتصادية في مصر، كان في إذن حدثت تحولات اقتصادية وسياسية رهيبة في بعض الفئات الاجتماعية كانت غير قادرة على التواكب
والتكيف مع هذه التغيرات الاقتصادية. فهذه الفئات غير القادرة على التكيف أو التواكب مع هذه التغيرات كانت أن تسقط إلى القاع، وبالتالي تتحول إلى كتل مناهضة للمجتمع أو ضد المجتمع أو مجرمين. الدولة تحملت المسؤولية كاملة عن هذه الفئات غير القادرة على تحمل تبعات التغير والتطوير والتنمية الموجودة. فمن 2013 وجه التحديد، من 2015 أعلنت مصر أنها بعض إصلاحات متعلقة بسياسات الحماية الاجتماعية، كان على قمة هذه البرامج برنامج تكافل وكرامة، بدأ من 2015 حتى هذه اللحظة، بيستهدف بشكل أساسي نوعين من البرامج، برنامج تكافل أو بسموه برنامج الدعم النقدي المشروط. عندك برنامج تكافل اللي هو الدعم النقدي المشروط، وبرنامج كرامة اللي هو الدعم النقدي غير المشروط. وربما حد يتساءل الفرق بين هو إذن برنامج واحد أو مظلة واحدة، اسمه برنامج تكافل وكرامة، بتتجسد فيه سياسات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية. البرنامج الأول اللي هو برنامج تكافل اللي هو الدعم النقدي المشروط، إن أنا حدي الأسرة كان لحد قبل العيد 350 جنيه، بس بشرط إن ابنها بتعامل مع الأطفال من سن زيرو لحد سن 18. من زيرو لست سنين بشترط على الأسرة الرعاية الصحية المتكاملة من خلال التطعيمات، الملتزمة في التطعيمات ولا مش ملتزمة، بتعملي متابعة عند دكتور الحمل والولادة ولا مش بتعملي، بتتبع التقاليد الطبية الرصينة ولا بتروحي للداية والخرافات اللي موجودة. أنا بتابع معاه، وبالتالي أن وزارة التضامن الاجتماعي تبنت هذه الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة الصحة فيما يتعلق بمكون الرعاية الصحية. من 6 سنين ل 18 سنة اللي هي فترة التعليم، بالنسبة فترة الأطفال وفترة الصبية اللي هي موجودة، وبالتالي أنا بشترط على الأسرة أن يكون ابنها ملتزم في حضور المدرسة فيما لا يقل عن 80%، وده اضطر وزارة التضامن أنها تعمل بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم علشان تديني تقارير دورية عن التزام الأولاد اللي هم أبناء الأسر المستفيدة من برنامج تكافل. إذا مش ملتزم مش هياخد المعونة اللي هي أو الدعم اللي بياخده اللي هو 350 جنيه، وبقى 450 دلوقتي، وهتكلم بعد طبعا قرارات الرئيس الأخيرة وزود 100 جنيه، وال100 جنيه كمان اللي زادت كمان برضو مشروطة. يعني ما ينفعش، كانوا الفكرة أنه أزود ال100 جنيه على الكل، لكن البرنامج وزارة التضامن أصرت أن ال100 جنيه تكون مشروطة كمان أنه يستفيد ويتابع الخدمات الصحية الموجودة وأنه يلتزم في التعليم بشكل أساسي. تيجي بقى البرنامج الثاني اللي هو برنامج عشان كده حضرتك قلت لي مشروط، يعني مشروط. ده تكافل مشروط، مشروط بالصحة والتعليم. تمام، يعني لازم علشان أقدر وده بيحقق لي الهدف الفرعي المهم جدا بالنسبة للبرنامج، وهو الاستثمار في الأجيال القادمة. لأن أنا لما بطلع جيل الرعاية الصحية بتاعته كويسة ومتعلم جيد، يبقى أنا هقدر استثمر فيه بالمستقبل، وده بيحقق الهدف الأكبر لبرنامج تكافل وكرامة. تعال بقى على البرنامج الثاني اللي هو برنامج كرامة. برنامج كرامة ده دعم نقدي غير مشروط، وأنا بديه للأسر اللي فيها نوعين، فيها مسن تجاوز عمره 65 سنة وفيها معاق. وده إذا كان الأسرة فيها مسن واحد أو معاق واحد بتاخد 350، فيها اثنين بتاخد 700، فيها ثلاثة بتاخد 1050 جنيه. طبعا الموضوع كمان ده زاد في الفترة الأخيرة. أي مكان ممكن الأسر تاخد تكافل وكرامة مع بعض. البرنامج تطور، بدأ بـ 2015، الحكومة المصرية كانت بتتحمل حوالي 87% من تكلفته، البنك الدولي بيتحمل بـ 13%، وفر كقرض مصر خدته حوالي 400 مليون دولار. الباقي احنا وصلنا طبعا 7.2 موازنة البرنامج ده وحده 7.2 مليار جنيه مصري، 87% من قيمته بتتحملها الخزانة المصرية وبيزيد. عدد المستفيدين وصل يمكن لحد 10 ايام مضت حوالي 1,700,000 اسرة، يعني حوالي هنتكلم في اكتر من 6-7 مليون فرد مواطن مصري بيستفيد من برنامج تكافل وكرامة، شغال في 227 قرية، 27 مركز، حوالي 3800 قرية. متوقع ان احنا مستهدفين على نهاية 2018 يبقى عندنا 3.5 مليون أسرة
يعني وعدد المراكز هيتجاوز حوالي 360 مركز على مستوى جمهورية مصر العربية. طيب يا فندم، هو الحقيقة يمكن تساؤلات عديدة فيما يتعلق بكيفية الالتحاق بمثل هذه البرامج، لأن بالتأكيد إحنا وإحنا بنحاول نتوسع في مثل هذه البرامج بيكون في ناس كتير الحقيقة بتشوفنا لكن مش عارفة إزاي، يعني هي مستحقة لكن مش عارفة إزاي تتواصل، مش عارفة إزاي تشترك في مثل هذه البرامج. حضرتك بتشوف الإعلام عن هذه البرامج، الإعلام الحقيقي لكيفية التفاعل معها يعني أولاً إزاي؟ أنه وزارة التضامن في هذا الشأن متبع آليات عديدة ومتميزة كلها، بالإضافة طبعاً إلى برامج الإعلام المرئي والمسموع الموجود، هي بتشتغل من خلال الأخصائيين الاجتماعيين العاملين داخل الوزارة نفسها، تمام؟ بالإضافة إلى بعض الباحثين اللي هم الباحث حر، واخد بال حضرتك، اللي هو شغال من بره. الوحدات الاجتماعية منتشرة على مستوى الجمهورية، موجود في كل مركز. احنا عندنا وحدات اجتماعية ريفية، وحدات اجتماعية حضرية، وحدات اجتماعية سكانية، وحدات اجتماعية بدوية. من خلال هذه الوحدات احنا بننفذ. الوزارة كمان عاملة البرنامج بالتعاون مع مجموعة من الوزارات، التربية والتعليم، الصحة، الأوقاف، التنمية المحلية دلوقتي، لأنه بتشتغل على مستوى القرى وعلى مستوى المراكز البعيدة، فأعتقد أنها قريبة، بالإضافة طبعا إلى الجمعيات الأهلية، لأنه بعض الفئات المرفوضة من برنامج تكافل وكرامة، يعني الذي لا يستحق بتكافل أو كرامة، بتحوله وزارة التضامن بشكل مباشر إلى الجمعيات الأهلية اللي هي شريكة مع وزارة التضامن، والقريبة في نفس الوقت من المجتمعات المحلية الصغيرة، بنسموها الجيوب الحضرية أو الشيخات الحضرية أو النجوع أو القرى. فبتلاقي جمعيات أهلية، هذه الجمعيات يمكن متوغلة في هذه المناطق، فبتعلن بشكل مباشر جدا إلى الناس، بالإضافة إلى الأخصائيين الاجتماعيين التابعين للوزارة بينزلوا وبيقيموا، بيعملوا طبعا ليه في برنامج مساءلة وتقييم ومتابعة، فبيقدروا يتوصلوا إلى الفئات المستحقة لبرنامج تكافل كرامة. طيب، دي زيارة السبعة تقريبا للبنك الدولي أو بعثة البنك الدولي لمصر في متابعة هذا البرنامج، حضرتك بتشوف إزاي تقييم أو متابعة البنك الدولي للمشروعات التي يمولها، وده واحد من هذه المشروعات يعني. إحنا أولا بدأنا، يمكن المجتمع المدني بدأ فكرة الحماية الاجتماعية قبل الحكومة يعني بسنوات طويلة في مصر، لكن وهذه المبادرة بدأها المجتمع المدني، بدأناها من خلال الاتحاد المصري لسياسة التنمية والحماية الاجتماعية من 2011، وسمعت بشكل كبير جدا بشكل دولي، وخدنا كاتحاد، احنا أسسنا هذا الاتحاد في 2013. الاتحاد عمل تجربة الحماية الاجتماعية، خلت أحسن تجربة في 2014 بالنسبة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، يعني مصر أصلا كانت سباقة في عرض هذه الفكرة على الأمم المتحدة وتبنتها بشكل كبير. بدأت الوزارة في 2015 تتبنى هذه الفكرة مع البنك الدولي وتطرحها كفكرة جديدة أو كآلية جديدة من آليات الحماية الاجتماعية المتميزة. لما جه البنك الدولي بتابع بس على كذا حاجة، على فكرة أنه نظام الوصول إلى المستحقين. طبعا وزارة التضامن متميزة في هذا الشأن، لابد أن نحن طبعا ندي كل يعني جهة ما يميزها. اتبعت الأساليب التكنولوجية الحديثة في الوصول من خلال تابلت موزع الأخصائيين الاجتماعيين في استمارات معينة، من خلال مقاييس علمية دقيقة جدا إحصائيا، بتقدر تستكشف الفئات الأكثر استحقاقا. فهي طبعا خد هذا طريقة الكشف والفحص والانتقاء والفرز اللي موجودة، خدت طبعا ميزة بالنسبة لفريق البنك الدولي. وبعدين حتى هو قبل ما يقابل سيادة الوزيرة هو كمان نزل للشارع وقيم، وبعد كده رجع، يمكن راح الفيوم وبني سويف، ورجع بعد كده قابل وزيرة التضامن. ويعني التجربة جه بعد ما شاف بعينه، مش ان هو من خلال اطلاع على تقارير موجودة، لا، هو نزل الواقع الميداني وشاف. الحاجة التانية فكرة المساءلة والشفافية، ان وزارة التضامن كمان عاملة لجنة وعاملة كيان للتظلم شفاف جدا، بتقدر من خلاله تستكشف فكرة كمان انك انت ازاي بتحصل على الفلوس بتاعتك، يعني انت مستحق الدعم، بس ازاي كمان تقدر تحصل على الدعم ده، بتاخده ازاي. تكافل بيحصل كل شهر، لكن يعني بياخد 450 جنيه دلوقتي بياخده كل شهر، لكن اللي بيحصل على تكافل كرامه بياخده بشكل ربع سنوي. ده بتاخده من خلال حاجه زي الفيزا كارت كده، انا بديهولك، بتستلمه طبعا من خلال بعض الشركات المتخصصه، بتروح اما لمكتب البريد القريب منك او اي مكنه اليه،
في المواعيد المحدده بتحط انا بدربك عليها بشكل معين، بتحط بتسحب الفلوس من اي مكان. طب انت ايه الحكمه يا فندم ان ده يكون ربع سنوي؟ هل في فكره معين فيما يتعلق بهذا انه ما يكونش سنوي شهري؟ اعتقد هو الفكره، يعني انا طبعا مش متواجد في النقطه دي قوي، لكن اتصور انه عشان تدبير التمويل بشكل اساسي. يعني تدبير التمويل، المبلغ بيتكلم في 7.2 مليار، وبعدين كمان حتى حصولك على القرض اللي انت بتاخده، انت هم دلوقتي يوصف لك 60 مليون دولار دلوقتي بعد الزياره اللي موجوده. هو مش بيديك 400 مليون دولار مره واحده، هو بيديك ال 60 دولار الاول، 60 مليون الاول، وبعد كده بيديك على هيئه الدفع، والدفع مبنيه على التقرير الفني والمالي اللي هتكتبه اللجنه اللي بتيجي تقيم المشروع الموجود في مصر. فهي قيمت المره دي، ادت امور تمام، هيديك الامور تمام، هيديك بعد هذه الزياره. هو بيعمل مش تقييم بس آخر. اللي انا هديك لزياره السبعه ده، قال انا بطالب ان انا هذه الفكره التي نجحت فيها مصر بشكل كبير جدا الى الدول العربيه المشابهه في الاوضاع، وهبدا بالسودان. يعني بدا انه حدد وقال يمكن الاوضاع الاقتصاديه في السودان، الاجتماعيه في السودان متشابهه مع الواقع المصري، انا كمان هجيب وفد سوداني يجي يزور الواقع المصري ويرصد التجربه. فاتصور انه مصر اذا قيمت على نهايه 2018 هتكون تجربه تدرس لا تقل في اهميتها عن تجربه الهند او تجربه الصين. احنا الصين كنا بنتكلم عن انه بينقذوا من الفقر 10 مليون مواطن سنويا. اعتقد لو احنا اتبعنا بهذه السياسات، وده الهدف الاسمى والاعلى بالنسبه لتكافل الكرامه، ان بعد سنه هتلاقي نفسنا اللي خرجوا من براثن الفقر لا يقل مثلا عن 5-6 مليون. فانت ماشي مع البرنامج الاقتصادي زي ما انت ماشي، والبرامج الاجتماعيه اللي بيسقط بتتلقاها من خلال تكافل الكرامه. فبرنامج تكافل الكرامه مش بس في تصوري ان هو مجرد اليه للحمايه الاجتماعيه، هو بتتجسد فيه كل اليات الحمايه الاجتماعيه، لانه كمان المرحله القادمه انه هيدخل قرى كامل 227 قريه، المركز اللي هو شغال فيهم دول، او كان بيتكلم عن 3800 قريه، بيختار دلوقتي 227 قريه هيشتغل فيهم الاكثر فقرا موجودين في مصر، وهيبدا يشوف المستفيدين من كرامه. انت بس بتاخد رعايه صحيه، بتاخد تعليم، بتاخد دعم مادي، بتاخد كمان ربطك بالتمويل لو انت كمان مش بتاخد بطاقه تموينيه، لا انا كمان هديك ربط، عمل بروتوكول تعاون مع وزاره التموين انك ممكن كمان تاخد التموين الموجود وتستفيد بال 50 جنيه الدعم اللي موجوده. الحاجه الثالثه، طب افترض انت عندك كل الخدمات دي بس ما عندكش البيت بتاعك، ما عندكش سقف، لان هدخل اعمل لك سقف. طب عندك سقف صحي ولا ما عندكش سقف صحي؟ لا هدخل اعمل لك سقف صحي، هدخل اوصل لك وصله مياه شرب، ولو في شبكه غاز موجوده، غاز طبيعي موجوده في القريه او في القريه الفقيره، برضه هوصل لك الغاز الطبيعي. لو ما فيش كهرباء هوصل لك الكهرباء، وهتبدا اعتقد انه هيبقى فعلا نظام متكامل للرعايه الاجتماعيه لم تشهده مصر اعتقد على مدار السنوات الماضيه. وهذا يحسب بشكل كبير جدا لوزاره التضامن الاجتماعي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والاستاذ غاده والي. طيب التوزيع الجغرافي للبرنامج حضرتك بتشوفه ازاي؟ حتى الان يعني. التوزيع زي ما قلت ان هو شغال في 227 مركز او 270 مركز، 3800 قريه، هو حاطط مستهدف، فهو بدا ينتشر على مستوى الجمهوريه دلوقتي. هو حاجه بيسموه الاستهداف الجغرافي، هو بيختار القرى، بيبدا بالقرى الاكثر فقرا، ده الاستهداف الجغرافي. انا باخد البيانات دي طبعا من خلال الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، بعرف القرى الاكثر فقرا بناء على بحث الدخل والانفاق اللي بيتم سنويا، وبعدين باخد هذه الدراسه وبشتغل عليها في اختيار القرى الموجوده. كمان في الاستهداف بقى الصحي، الظروف الصحيه موجوده، الاستهداف التعليمي، يعني وضع مؤشرات للاستهداف الاقتصادي اللي هم دخلهم لا يقل عن دخل معين، يبقى الاقل في الدخل هو الاولى بالحمايه الاجتماعيه. فانا حاطط مؤشرات في البرنامج على اساس علمي سليم يمكنني من الوصول الى الفئات المستحقه. وبالتالي انا بقول انه عشان كده بقول التجربه مش بس كانت عشوائيه، لا هي مبنيه، وبعدين بتتوسع، مش بس بتوصل اختيار جغرافي، اختيار فئوي حتى على مستوى المسن، انا بختار المسن وبختار المعاق، وبختار كمان المراه، عامل برامج للمراه، عامل برامج للطفل زي ما قلت من سن زيرو لحد سن 6 سنين، ومن 6 سنين ل 18 سنه، يعني انا مش سايب في البرنامج، عامل استهداف لكل الفئات اللي انا بسميها الاولى بالحمايه، اللي هي الطفل والمراه والمسن والمعاق، ودي الفئات المستهدفه من الحمايه الاجتماعيه. طيب أرجوك بشكل سريع جدا، حاجة بتشوف رد فعل الناس حوالين هذه البرامج اللي قالوه للبنك الدولي إيه؟
المستفيدين طبعا. انا عايز اقول بس انه دايما البرامج الاجتماعيه استاذ فوزي هي رمانه الميزان بالنسبه لاستقرار البلد. ده صحيح. يعني اي نظام سياسي عشان يكون مستقر لازم يكون عنده شبكه حمايه اجتماعيه كويسه جدا، لان لو الشبكه دي فيها اي ثغرات او فيها اي عوار ده هيؤثر على استقرار هذا الوطن. وده نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل كبير جدا ان يتبنى فكره الحمايه الاجتماعيه التي تم نادينا بها قبل 2014 وقبل لفترات لسنوات طويله، لكن الاستجابه ليها حققت له هذا المردود. الفئات المستفيده من هذا ده اعتقد انها اكثر اطمئنانا، لانه انت بتواجه مشكله الفقر. انا لما تيجي تعمل تقييم انت بتاخد حاسس مستحق ولا لا؟ انا حتى عامل بروتوكول تعاون مش بس مع وزاره التضامن، الوزاره عامله مع الزراعه نفسها عشان نشوف الحيازات الزراعيه الموجوده، عامله مع الصحه عشان تشوف الرعايه الصحيه الموجوده، عامله مع التربيه والتعليم، عامله مع كل الجهات بحيث في النهايه خالص ان اقدر اوصل للمستحق بشكل معين لحد ما يقدر يقف على رجلي. انا هو طبعا تجاوز المليون ونص اللي هم كانوا بياخدوا الضمان الاجتماعي العادي، وبدا دلوقتي مع الضمان الجديد حاليا 1,700,000 اسره مستفيده من ده. عندنا اكثر من 20 كمان 20 مليون اسره مستفيده من بطاقه التموين، من حوالي 70,000 مواطن مصري بطاقه التموين الدعم السلعي مع تكافل وكرامه. لو احنا ضمينا الاليتين دول الموجودين مع بعض انا شايف ان احنا هنحقق حمايه اجتماعيه موجوده. هيتوقع حاجه واحده بس وانا بطالب بيها على الهواء مع حضرتك، انه الكهرباء اللي بتغلى دلوقتي والطاقه، ان انا كمان ممكن انا بدفع الفلوس وبعد ناس تقول ما انت بتدفع الفلوس بس بتستهلك في الخدمات اللي هو بيصرف. انا شايف انه نسبه التحصيل، كان اخر تصريح ان نسبه التحصيل الكهرباء في القرى كانت 30%، انه كل ما بترفع شريحه الكهرباء كل ما الناس بتتهرب من الدفع ومش قادره، ومش معقول هتضل من القرى وهتضل من المراكز. انا شايف انه لو قال لهذه الشرائح ان بياخد 200 كيلو مثلا شهريا يتخصم منه الذي يستهلك اقل من 50 كيلو في الشهر يتخصم منه 50% من التكلفه بتاعته عشان اقدر اشجعه على السداد. انا دلوقتي لو اعلنت كدوله ان المستهلك نسبه الاستهلاك بتاعته توصل حجم معين مخصوم منه 50% اتصور ان خزانه الدوله هتقدر حوافز تلمي. يعني حوافز فيما يتعلق بالاستهلاك المتوسط او الاستهلاك الطبيعي او الاقل. يعني انت حتى يا استاذ فوزي لما تيجي تتكلم مثلا عن الضرايب، كل ما بترفع شريحه الكهرباء كل ما نسبه التهرب بتزيد. الضرايب كل ما بترفع بتزيد، حتى لما تقلل وتلم يعني شجع الناس انها تدفع. طب ما انت الكهرباء دلوقتي والميه عمال ترفع والناس عمال تتهرب لانها مش قادره. انا شايف انه لو هو قلل وادى حوافز للدفع اقل من 50% خاصه بالنسبه للفئات الاقل دخلا اللي هي المستهدفه من تكافل وكرامه، ان كل الاسر المستفيده اللي هي بنتكلم مثلا دلوقتي عن 1,700,000 اسره مستفيده دي اديهم تشجيع انهم اخفض لهم الكهرباء 50% والميه. اتصور ده هيكون عائد كويس جدا لخزانه الدوله. شرفتني يا دكتور، توسع فيه. شرفتني جدا يا دكتور. اشكرك جدا الدكتور صلاح هاشم استاذ التخطيط والتنميه الاقتصاديه، اشكرك جدا على كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا. كده مشاهدينا الكرام حوارنا اليوم انتهى، بكره نلتقي مع حضراتكم في فقرات من القاهره. حتى نلتقي شكرا لكم والى اللقاء.